يالله يالله يا اختي ويالله يا اخويا قاوموا كلنا مرض السكري وباء العصر الحالي راه شاغل بالي نقاوموا نقاوموا كلنا مرض السكري وباء العصر الحالي راه شاغل بالي يالله 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 يا اختي على علاج السكري متابعة السكري أول حاجة اللي خص الإنسان يعرفها والعائلة تعرفها والشخص المصاب بالسكري يعرفها وهي لمزيغ إيجينو ديتيتيك هي ما نقوم به من أجل هذه المتابعة من أجل باش نفكوا المشاكل من أجل باش نبنيوا الأسس ديال العلاج نبنيوا الأسس العلاج وهنا لابد ما نتكلموا على التغذية والضروريات ديالها وشنو اللي خصنا ناكل وشنو اللي ما خصناش ناكل وشنو خصنا نتجنبو ثانيا هي الحركة أو الرياضة ثالثا هي كل ما يمكن نتجنبوه من مسمومات بحال التدخين بحال الكحول الكحول بحال من الحوايج الاخرين اللي خصنا نقوموا بهم باش ننفسوا على الانسان ديالو في العائله ديالو من الخرجات اللي خصو يخرج من الراحه اللي خصو ياخذ ضروري هادشي كله لان هذا راه مشروع حياه راه الانسان من يجي السكر راه معناه موت مراجعه لكاع السياسه اللي كان يقوم بها شنو خصو يدير باش نتغلبوا على السكر واللي مؤكد ان كل حاله حاله شخصيه وكل حاله حاله خصها متابعه راه كل واحد كيسوق الطوموبيل ديالو باش نرجع للمثال ديال السياقه انما خصنا الواحد يوصل بخير وباش يوصل بخير ما يهمش واش السياره كبيره واش صغيره واش قديمه واش الانسان ضابط الامور ديالو عارف الصغيره والكبيره ديال الطوموبيل ديالو وغادي يوصل بخير كذلك بالنسبه للسكري راه المتابعه فهم المشكل فهم المشاكل اللي خاصه به ماشي اللي من عند الام ولا عند الاخ ولا عند الاب لا هو الحاله ديالو كيفاش يمشي عليها كيفاش يتاقلم معها وكيفاش يشرح ويسال الطبيب او الفريق اللي هو متابع معه ماذا يجب في هذه الحاله خاصه او في هذه الحاله خاصه باش نمشيو بسلام وباش نتغلبوا على السكري ونضبطوا السكري في منطقه الامان نأكد على هذه النقطة ديال منطقة الأمان لأن الإنسان ملي كيجي السكر كيخرج من منطقة الأمان كيدخل في منطقة الخطر والمشاكل فكل ما رجع لمنطقة الأمان أي بمعنى السكر ديال الجوع غرام والخزان أو السكر التراكمي 6.5 حتى 7 فهو دخل في منطقة الأمان ومن هنا فهو غادي يحفظ الذات ديالو من المشاكل والمضاعفات اللي غادي نتطرقوا لها.